بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين امير المؤمنين ذلك الرجل الذي كانت له سمه الارتباط بالسماء وكان يرى حقائق الأمور. من يرى حقائق الأمور حكمه حول الأشياء حكم صحيح، بخلاف من لا يرى من الأمور إلا الظواهر. أمير المؤمنين مرتبط بالبواطن، فعندما نجلس على مائدة أمير المؤمنين ونكون في رحاب أمير المؤمنين في القضايا الاجتماعية السياسية في قضايا الدنيا والآخرة، في تهذيب النفس وتحصيل الكمالات، إنما نأخذ من عين صافية غير مشوبة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول عن نفسه: ولقد نظرت في الملكوت بإذن ربي. في عالم الملكوت نظرت بإذن ربي. فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما ياتي بعدي كما في أمال الشيخ صفحة 205 ما غاب عني ما كان قبلي ولا ما ياتي بعدي رجل له هكذا إحاطة بالتاريخ السابق وبالتاريخ اللاحق هذا إنما يشخص الداء ويعطي العلاج والدواء الصحيح. في مكان اخر سلام الله عليه يبين انه يرى حقائق الامور لا يكتفي بظواهرها يقول في الخطبه 114 من نهج البلاغه: ونؤمن به ايمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود ايمانا نفى اخلاصه الشرك ويقينه الشك. هذا الايمان انما ايمان معاينه هناك بون بين العلم والعين العلم يعني ان تنتقل من المفهوم الى المصداق فالمفهوم ستار بينك وبين المصداق اما حضور العين بشخصه عندك فهو الارتباط بالمصداق مباشره العلم الحصولي غير العلم الحضوري فامير المؤمنين هنا يقول من عاين الغيوب هناك فرق بين الحمل الاولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي في الحمل الاولي الذاتي تنتقل الى المصداق عبر المفهوم كما يذكره المناطقه اما في الحمل الشائع فانت تحضر عند المصداق بلا وجود مانع يسمى ذلك المانع بالمفهوم، يعني تارة ارتسام الماهية من حيث هي هي، وتارة أخرى الوجود الاستدلالي العقلي، الوجود الاستدلالي العقلي هو له حظ كبير، ولكن الأهم من ذلك هو الحضور عند العين كما يذكر امير المؤمنين سلام الله عليه، نعم الاستدلال العقلي ايضا امر مطلوب. لذلك امير المؤمنين سلام الله عليه وان كان مرتبه العلم ادنى من مرتبه العين، الا ان امير المؤمنين ايضا يستدل بالاستدلالات العقليه. ولكن الامور هي واضحه عنده، جليه عنده. لذلك يقول في الحكمه 181 ليست الرويه. يعني التروي والاستدلال العقل كالمعاينة مع الأبصار فقد تكذب العيون أهلها ولا يغش العقل من استنصحه، قد يرى الإنسان ولكن يخطأ في الرؤية كالمشعوذ حيث يريك شيئا ولكن يغير الواقع الذي يصنعه فقد يخطئ الإنسان مع البصر ولكن لا يخطئ مع البصيرة ومع التروي والاستدلال العقلي فهذه درجة جيدة ولكن أين العلم اليقيني وأين العين اليقيني لذلك لنا درجات كما يذكره بعض الأعلام عين اليقين علم اليقين حق اليقين هذه درجات كمال فإن ذهبنا إلى مائدة أمير المؤمنين وجلسنا على تلك المائدة تتغذى روحنا بواقع الحياة فنحن ناتي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ونقول في الأمر الثالث من المقدمة أنه أمير المؤمنين يرى أن أدنى الناس درجة هو من لم يكن له حظ من الحكمة من تخلى عن الحكمة سواء الحكمة العملية أو الحكمة النظرية فهذا أدنى الناس درجة يعني بعبارة أخرى الميزان في رفعة الفرد أو في دناءته وخسته إنما هو مقدار حكمته فبمقدار الحكمة يرتفع وبدونها يسقط إلى مهاوي ساحقة فأمير المؤمنين يعبر بعبارة شديدة أن من لم يتحمل الحكمة إنما هو كالبهائم أو أشد جهلا ودناءة لاحظوا يقول حول بني أمية لم يستضيئوا بأضواء الحكمة هؤلاء عبادة الدنيا ذهبوا إلى الدنيا أرادوا الخلود إليها فابتعدوا عن الحكمة لم يستضيئوا بأضواء الحكمة ولم يقدحوا بزناد العلوم الثاقبة فهم في ذلك كالأنعام السائمة والصخور القاسية حكمه حكم أنعام حكم شاط هذا بل حكمه حكم الصخر القاسي قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة في خطبة أخرى أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة 78 يقول قد تسمى عالما وليس به هذا سمى أنفس نفسه عالما مع أنه ليس بعالم، يقول اقف على الشبهات وفيها وقع. لسانه لا يطابق عمله، فهذه احدى الحكم التي يذكرها امير المؤمنين، مطابقه اللسان مع العمل. الكثير يرفع الشعارات الرنانه البراقه الجميله، افعال خصوصا قبل ايام الانتخابات وغيرها. ولكن في مرحلة العمل يسقط هذه مرتبة الامتحان هل يمكن ان يطبق؟ رسول الله صلى الله عليه واله في مكه المكرمه رفع الشعارات الاسلاميه وفي مدينه المدينه المنوره طبق تلك الشعارات الاسلاميه عندما رفع شعارات الاخوه والمحبه والعداله والتساوي وما الى ذلك من شعارات انما طبقها في المدينه المنوره بعد حكومته. فامير المؤمنين سلام الله عليه يقول هذا الفرد الذي يخالف عمله لسانه. هذا يقول اقف على الشبهات وفيها وقع. فالصوره صوره انسان. ولكن بما انه لا اراده له لتطبيق هذا الكلام يكون قلبه قلب حيوان فالصوره صوره انسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الاحياء لو اردت ان ترى الى انسان ميت ولكنه حي هو هذا الرجل صورته صوره انسان وقلبه قلب حيوان واقعه واقعه حيوان، لماذا؟ لانه لا يتبع الهدى ولا يبتعد عن الغوى والضلاله والعمى. اذا امير المؤمنين يرسم للبشريه طريق النجاه. يرسم للبشريه ان ترتقي الى مستوى البشريه. هنا امير المؤمنين سلام الله عليه كما في الايه المباركه انه بعض الأفراد هؤلاء كالبهائم مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في آيات أخرى تشبيه بالبهائم من لا يعقل فهو ما الفارق بينه وبين البهيمة الفارق بين الإنسان والبهيمة العقل القوة العاقلة فمن غطى قوته العاقلة يكون كالبهائم أولئك كالأنعام بل هم أضل في آيات متعددة فهنا أمير المؤمنين يقول هذا الفرد الذي فرغ قلبه من الحكمة ولم ينطبق عمله على ما يعتقد فهو كالأنعام ولكن بعد ذلك في مرحلة أخرى يقول إنه ليس كالأنعام بل هو من الأنعام كما سيأتي لماذا هذا قلبه قلب قلب حيوان؟ لان مبلغ علمه منتهى بصره ونظره، مبلغ فكره هو مدى بصره لا بصيرته. يعني هذا الفرد الذي غاية ما يفكر فيه شهوته الفعلية وحياته الدنيا وما يعيش فيه فقط فينقطع عن العاقبة والاخره والاهداف العاليه هذا حكمه حكم البهيمه، البهيمه تصبح تاكل وتمسي تنام همها علفها بين نثيله ومعتلفه كما في قول امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام اللي ما عنده نظره اعم اللي ما يشوف للمعنويات معنى ما يشوف للاخلاقيات مغزى، هذا شنو؟ هذا حكم حكم الحيوان، هو حيوان، قلبه قلب حيوان ولكن لبس بلباس الانسان. ولذلك يوحي القران الكريم بهجر هؤلاء يقول فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم حدود علمه الدنيا من كان نظرته للدنيا فحسب نظره موضوعيه مو نظره طريقيه فهذا اعرض عنه هذا لا ينفعك شيئا فعندما تاتي الى امير المؤمنين يرسم لك خريطه السعاده وخريطه التوفيق اللي يرى الدنيا قنطره مزرعه طريق للاخره هذا له نظره طريقيه اما من يرى الدنيا وكانه يعيش فيها ابدا فهذا نظرته نظره موضوعيه نظره صفتيه لا يوفق وليس له من الحكمه شيء مع ان الدنيا الحقيقه هي دنيا غاره في اماكن متعدده امير المؤمنين حتى يشعر الانسان بان هذه الدنيا قضيه زائفه ليست حقيقيه يشبه الدنيا بامور قد تكون ظاهرها براقه وواقعها مضره خبيثه كالحيه مثلا يقول في الحكمه 119 مثل الدنيا كمثل الحيه لين مسها والسم الناقع في جوفها يهوي اليها الغر الجاهل يذهب اليها حيه جميله براقه ظاهرها جاذب يهوي إليها الغر الجاهل ويحذرها ذو اللب العاقل أما من له حظ من العقل واللب يحذر هذه الحية يريد أن يبين واقع الدنيا بأمور يمكن للفرد أن يشعر بها مو أمور خيالية مثلا لا لا, لا. أمور أبسط الناس معرفة وعلما ذلك القروي البعيد يفهم هذا المثال فامير المؤمنين يوضح المسيره للافراد يوضح المسيره للافراد لكي يوفقوا في هذه الدنيا ولا يبتعدوا عن واقعهم عن ما خلقه الله عز وجل لهم فاذا هذا هو شان امير المؤمنين بعد ذلك امير المؤمنين يشير إلى نقطة أخرى أيضا في نهج البلاغة أنه ليس العلم وكثرة المعلومات مما يرادف الحكمة قد يكون الإنسان عالما كثير المعلومات مطلع على الأوضاع سواء في السياسة أو في الاجتماع أو في النفس في الأمور المختلفة ولكنه ليس, ليس له حظ من الوجود من الحكمه ان لم يقترن علمه بالعمل فلا حكمه له. هذه ايضا من الاسس التي يؤسسها امير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغه. يقول في الحكمه 107: رب عالم قد قتله جهله. عالم العلم ضد الجهل فكيف عالم قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه يعني له علم ولكن علم في مرحلة المفهوم أما جهل في مرحلة الانطباق عمل هذا عمله يدل على منتهى جهله وإن كان علمه جيدا كثيرا يفهم الحياة شخص يعلم بمضرات السم مع ذلك يستعمل السم وينتحر هذا جاهل أم عالم يعلم بالمضرات في عالم المفهوم ولكن في عالم الانطباق والمصداق هذا يجهل حقيقة أنه يجهل فمن يعرف بضرر الدخانيات ويستعمل الدخانيات هذا علم الجاهل العلم هو الحجاب الذي يمنعك عن ماذا؟ عن الوقوع في المتاهات كما سبق ذكر ما ذكره أمير المؤمنين أنه يصد عن باب عما يهديه إلى طريق الهدى والسعادة هذا هو العلم أما صرف المعلومات كثرة المعلومات غير مثمرة يقول أيضا في الحكمة 274 لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكا لا تجعل علمك جهلا يعني ان لا تنتفع بعلمك لا تجعل يقينك شكا يعني انت ذا متيقن بامر ولكن يكون عملك كانما لست متيقنا في الايه المباركه بل هم في شك يلعبون في ايه اخرى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أن يخرج الإنسان من اليقين إلى الشك، هذا منتهى الضعف الفكري والخواء الداخلي للفرد. لماذا؟ لأنه يبتعد عن نقطة سعادته. يبتعد عن نقطة تفوقه. الشاك يخطئ الطريق. من هو الشاك؟ من يعتقده؟ العالم الذي ترك علمه، الذي بدل يقينه إلى شك. من يعتقد بأن الدنيا زائلة وزائفة ولكن يصرف كل وقته للدنيا مع أن الدنيا رأس كل شعر هذا الذي جعل يقينه شكا جعل علمه جهلا لم يمنع هذا العلم من الوقوع في مفاتن الدنيا ولم يأخذ بيده هذا العلم إلى الصعود إلى الجنة لذلك أمير المؤمنين أيضا في قالب المثال يريد أن يوضح لأدنى الناس معرفة أنه شنو الدنيا يقول يشبه الدنيا باللماضة اللماضة يعني المتبقى من الطعام بين الأسنان مو السؤر يمكن واحد يأكل من سؤر الآخر ولكن هذا بخلال مثلا يخرج ذرات من اللحم أو من الطعام من أي شيء من أسنانه هذه هي اللماضة هل يشتهي أحد أن يأكل هذه اللماضة للآخرين بل حتى ورد أنه اللماضة بين الأسنان إن عالجتها بلسانك فهي لك كلها وإن لم تعالجها بلسانك وإنما بخلال أو شيء أخرجتها فألقها مو رزقك بعد ألقها فهذه اللماضه التي يخرجها الانسان هل ياتي اليها اخر لياكلها امير المؤمنين يعبر عن الدنيا باللماضه يعني هذه الدنيا انما هي مخلفاته والسؤر بل هي ما تبقى بين اسنان من سبقك الانسان عندما تاتي اليه الاموال بالارث فهي الزياده التي تركها من سبقه المورث عندما تجلس في هذه الدار تشتري الدار إنما هذه الدار كانت لغيرك وقد تركها وخلفها لك وذهب إلى العالم الآخر فهي ليست فقط سؤر وإنما هي لماضة الأموال البيوت قصور السلاطين السلطان السابق إنما أعطى هذا قصره للسلطان اللاحق هذا مو قصر في الواقع وإنما هذه لماضة يأتون إليك بقهوة سامة ظاهرها قهوة ورائحتها جيدة ولكن فيها السم القاتل فهل يشتهي شخص عندما يعرف واقع هذه القهوة؟ هل يشتهيها؟ أبداً لذلك أمير المؤمنين هل يشتهي أحد أن يأكل ما بين أسنان الآخرين؟ أبداً أمير المؤمنين يقول هذه هي الدنيا ألا حرٌ يدع هذه اللماضه لأهلها اتركوا هذه اللماضه هذا المتخلف من بين اسنان الاخرين حر نعم من هو عبد الدنيا يتمسك بكل قوته بهذه اللماضه ولكن امير المؤمنين يقول الحر يدع هذه اللماضه انه ليس لانفسكم لانفسكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها يقول أنت حر فإن أردت أن تبيع نفسك بع نفسك لمن يعطيك الجنة ثمن نفسك الجنة يعني اشتر الجنة بعملك مو أنه تبيع نفسك للدنيا فلا تحصل على الدنيا أيضا الدنيا كل ما تب ما كان في الدنيا لماظة السابقين يقول تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم هذا مو بيتك، بيت اللي سبقك فانت الان ساكن في بيت الذي سبقك ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك وفي الخطبه 89 امير المؤمنين يقول: والدنيا ثمرتها الفتنه وطعمها الجيفه هذا وقع الدنيا ثمرتها الفتنه وطعمها الجيفه. الا ان المشكله كل المشكله تكمن في ان الانسان لا يسيطر على نفسه المسوله. هذه النفس التي تظهر نفسها في المزالق، تظهر نفسها في حالات الاخطار. من اسلم على يد رسول الله وحسن اسلامه في يوم السقيفه انحرف كثير منهم، لماذا؟ لانهم عادوا الى جاهليتهم، وتلك النفس المسوله اظهرت نفسها. النبي يعقوب خاطب بنيه قائلا: بل سولت لكم انفسكم امرا. من يترك العنان لنفسه نفسه تجره الى الهاويه والى الحضيض. لذلك يحتاج تحتاج النفس الى ان يروضها الانسان. امير المؤمنين سلام الله عليه ايضا يعطيك الطريقه الصحيحه لترويض النفس يقول ولكنما هي نفسي اروضها بالتقوى لتاتي امنه يوم الفزع الاكبر التقوى من الوقايه ان يقل الانسان نفسه بالرياضه والخوف من الله عز وجل نتيجه التقوى من اثار التقوى أن يقل الإنسان نفسه من نار جهنم أن يقي الإنسان نفسه من المضرات من المهالك ولكنما هي نفسي أروضها بالتقوى اتق الله عز وجل احفظ نفسك هذه النفس سيطر عليها لكي تتمكن من أن تبتعد عن الدنيا إن سيطرت على نفسك فقد وفقت هذه هي الحكمة العملية أن تسيطر على نفسك فأمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يأتي إلى البشرية ويقول لهم يتكلم في مختلف العلوم ولكن بهذا النفس التعالي عن كل دنية طبعا عندما نجلس على مائدة أمير المؤمنين نستفيد بما لا يمكن أن يفيدنا غيره عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام وغير الرسول العظم صلى الله عليه وآله وأبناء أمير المؤمنين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أمير المؤمنين يقول كيف ينظر إلى الدنيا يقول أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر إلى أن يقول ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز هذه الدنيا هذا واقعها لولا أن يقيم الحق ويدحض الباطل كان يترك إمارة الدنيا لأنها لا تسوى. الدنيا زهرة وما معنى الزهرة؟ قد يكون معنى الزهرة زهرة الأشجار يعني سرعان ما تتساقط لا تصبح ثمرة مفيدة في الآية المباركة: "ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا". قال البعض أن الزهرة يعني ما يتساقط قبل أن يصبح ثمرة، لا شيء يبقى لك من أولادك، من زوجتك، من الدنيا إلا العمل الصالح. نعم يمكن أن يكون المقصود بالزهرة أن العمر أقصر من أن تدرك هذه الزهرة فتصبح ثمرة العمر أقصر من ذلك لو عمرت ألف سنة ينتهي عمر الإنسان فما يميت القلب ما يبعد الحكمة عن الإنسان وعن قلب الإنسان هو حب الدنيا والركون والسكون إليها يقول عليه السلام في الحكمة 133 والناس فيها رجلان رجل باع نفسه فاوبقها ورجل ابتاع نفسه فاعتقها العبد الابق يعني الفار الذي لا يصل الى مولاه بارادته يعني يفر من المولى لا يصل الى المولى الذين باعوا انفسهم للدنيا هم عبيد ابقون يعني لا يصلون الى المولى صحيح العبد الابق هو الذي يفر من مولى ولكن بالنتيجة هناك بون بينه وبين المولى. من يبيع نفسه للدنيا يصبح عبدا ولكنه عبد آبق، يعني أيضا النتيجة الفرقة بينه وبين الدنيا. فباع نفسه للدنيا ولكنه عبد آبق لا يتمكن من الاقتراب من الدنيا. حقيقة عبارة في منتهى البلاغة والروعة. يسعى الوصول إلى الدنيا لا يصل إلى الدنيا. بل يمكن واحد يجي يقول انه العبد هذا العبد له مفهوم خاص كيف باع نفسه للدنيا امير المؤمنين يقول ذاك المفهوم الخاص للعبد اشرف من عبد الشهوه يعني عبد شهوته اسوأ من العبد الخارجي اللي له مولى وهو رق يقول في نهج الفصاحه المجلد الثاني صفحه 498 عبد الشهوه اذل من عبد الرق لا يصور الإنسان أنه حر هذا عبد شهوته وعبد الشهوة أذل من عبد الرق إذن نذكر هذه الأمور كمقدمة لكي نلتفت إلى السعى الوجودية لهذه الشخصية التي نريد أن نجلس أمامها ونستفيد من علومها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكي نستوعب جزءا مما ذكره أمير المؤمنين والأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لكي نوفق في الدنيا والآخرة وما ذلك على الله بعزيز هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين